كما تبعتوا معنا الآن، كنا أشرفنا على انطلاق قافلة تضامنية موجهة إلى ولايتي بشار والنعمة بعد الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، وإن ولاية عين تيمشان ما تأخرتش الحمد لله، وكانت من الولايات المساهمة، وبالتالي كان فيه حوالي 17 شاحنة بمجموع قدره 200 طن من المواد الغذائية، الأفرشة، الأغطية، كل المستلزمات. هذه العملية تمت بالتنسيق مع الولايتين حسب الاحتياجات المعبر عنها، وبالتالي اليوم نشكر كل المساهمين في هذه العملية، نذكر الهلال الأحمر الجزائري، الجمعيات، المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة اللي شاركت في العملية، وكل المؤثرين على مستوى الولاية. الحمد لله هذه عملية تدخل في إطار تضامني، ونتمنى إن شاء الله أنها تخفف العبء على سكان ولاية بشار والنعمة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.